عادت أسعار الخضار والفواكه للارتفاع مجددا، وأصبحت أسعارها في المجمل لا تتناسب دخول المواطنين من ذوي الدخل المحدود، فسعر كيلو الزهرة وصل إلى أكثر من دينار، والكوسة تجاوز سعرها 75 قرشا، فيما وصل سعر كيلو البندورة إلى نصف دينار. أما الفواكه فالأفضل عدم تذكير المشاهدين الكرام بها لأنها غائبة عن موائد معظمهم منذ أشهر. مواطنون أكدوا بأن هنالك ارتفاعا على بعض الأصناف من الخضار والفاكهة، وأصبحت لا تتناسب ودخل المواطن البسيط الذي أمسى غير قادرا على تلبية مطالب أسرته اليومية. طبعا زمان يعني كان الوضع مختلف، يعني كان الوضع الاقتصادي مختلف، كانت الليرة تجيب، يعني فهمت علي كيف؟ هسه بتفوت يعني ب5 ليرات يدوب شوية بتلاقي بتقنن، يعني هاي بتحط نص كيلو منها، هذه كيلو، هاي كذا، مش زي زمان. يعني زمان كنت تشتري براحتك، يعني بقى الواحد شو بده يسوي؟ يعني هاي الاحوال صعبه، المزبوط الله يهنا. كل شيء شو مش شايف الاسعار انت؟ 3 ليرات و4 ليرات و5 ليرات الكيلو. نعم، في غلاء، ولا تستطيع شراء اي نوع من انواع الفاكهه اللي بتتاكل. يعني في فواكه نصها للكب، هذه ممكن يشتريها صاحب الموظف، اما اللي مش موظف غير شيء تاني. الموظف لا يستطيع انه يشتري اي نوع فاكهة بتتاكل او بتنحط للضيوف. لا احنا ما بنتحكم بالاسعار، هذا اول شيء. ثاني شيء، في كثير ناس من حالاتنا، كلنا تقريبا الطبقة الوسطى كلها بتشتري، كلها ما شاء الله عليها اسعار كويس. يعني في عندك اصناف، لانه كله درجات، عندك في صنف غالي وفي صنف وسط، والزبون اللي حسب مصاريف بروح عليها. مين بيني يعني اغلى الفواكه، يعني بشكل عام الاغلى شيء هسه مبدأ الوقت الحالي الخضار، الفواكه والخضار. الخضار هسه كله عادي، كله سعره زاري علينا اصلا غالي. والله اسعار غالي، والله كل شيء، والله الخضره الفواكه بالذات. يعني لا باكله، بس اشياء غالي والله. طبعا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يأتي ضمن الارتفاع المتتالي لكلفة المعيشة، وبالتالي هم جديد يضاف إلى الهموم التي باتت كملح الحياة. وهذا هو لسان حال المواطن مستهزئا لما وصلت إليه حالته الاقتصادية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.